تحية للفنان الكبير ديالنا. السلام عليكم، تحية للجمهور الكريم والناس اللي كيحبونا. حنا خونا هشام، القلب الطيب، القلب الحنون اللي ما كيرا سيدي، هو ان يشجعوا الاستاذ عبد الله، راه فنان كبير وما صرفاتوش الوقت، راه الزماره احسن واحد وعزيز عليا وعز عليا وتنقدره وكنطلب من الجمهور كله يا ربي الله يصون كل واحد، الله يسهل على كل واحد، الله يسهل على السي عبد الله. وحنا خوت، وحنا خوت بدون عشرة مبروكة. وهذا السيد راه ما اتاش به الزمان، الناس اللي بدا منهم، الناس اللي كيوقف مع كل واحد السبيطارات كلشي كيدير الخير بزاف، ومن هذا الشيء كامل مرضي الوالدين. الحمد لله الانسان اللي كيكون مرضي الوالدين راه فوق كلشي صراحه، ماشي الدعوه طاطا يعني مرضي كنهضر معاه وكيدوز لي الوالده عنده عاد الطابع كبير مع الوالدين، وحنا كاع مرضيين وكنحب الناس اللي كتطلع في والديها ومرضيين الوالدين صافي. والمرضي صافي راه عنده قضيه انجليزيه امريكا. حتى انا شفت عبد الله فرحت، انا هو ماشي عبد الله، انا اللي شفته فرحت، جيت عنده فرحت وحبيت ندير هذا الفيديو، حبيت ندير هذا الفيديو باش يبقى عندي صورات مرات مع حيت عزيز. وتحيه للجمهور الكريم واللي زامي تو الموند، وعواشركم مبروك، الله يدخل عليكم هاد العواشر بالصحة والسلامة وطول عمر النساء ورجال كيحبكم عبد الله الزاوي. شكرا على المتابعة ديما معكم، وخويا هشام راه كنبغيه بزاف بزاف. حتى أنا كنبغي الأستاذ عبد الله. الله يحفظك وراك عزيز علينا. الأستاذ عبد الله الغزال. الله يحفظك. واحد الكلمة للجمهور. بزاف. الجمهور أسيدي كنطلبوا ليه التيسير في هاد الغفران، وكنطلبوا للناس كلها تكون بخير وعلى خير، والله يبعد لنا هاد الوباء. يا ربي الله يبعد هاد الوباء على الناس وتكون بخير وعلى خير، ويكون السي عبد الله ناشط معاهم وهما ناشطين معاه.